لو الحكاية فيها إن فيتو انت فيتو كم كان؟ انا جنبي بالضبط بس ممكن تحكي اللي حصل؟ طلعنا الناس كان بنت صغيرة عند 10 سنين والولد 8 سنين وطلعناهم على الأرض. بيت الواقع ده فيه كم أسرة انت تعرفه؟ 4 أسرة والبيت اللي جنبيه برضه فيه 4 أسرة مصابين كلهم؟ اه كلهم مصابين بس في البيت التاني دوت واحد يقول لي مات عادي كهرباء يا اللي تعرفهم 4 أسر فيهم انا عارف الناس كلها في الحارة طب انت بتعرفش العمارة دي نفسها فيها كم واحد انصاب كم واحد السبعة مصابين العمارة الأولانية والبيت برضه التاني ده بيجي 6 أو 7 مصابين واحد مات البيت التالي دوت برضه في ناس مصابين انت كنت فين ساعة ال كنت في الشارع يعني الساعة كام بالظبط المواعيد؟ الساعة 11 الظهر انت عملت ايه وقت ما سمعت الخبر؟ طلعنا البنت من تحت الأنهار والأم قول لنا كم انت كم واحد شفت حضرت المصابين وطلعت؟ طلعنا البنت كانت تحت السلالم ديت شلنا السلالم بقينا عمالين نطلعها والواد طلعناه والام طلعناها برضه بس ما سمعناش غير نجيب الناس الثانيه لان كان واقع عليهم كلهم.